السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس السابق تعرفنا على القراءات المختلفة للحروف الساكنة لكونسون، واليوم سنرى كيف نحرك هذه الحروف الساكنة، يعني سنتعرف على الحركات في الفرنسية والتي هي لي فوييل التي تحرك لنا لكونسون. الحركة الأولى أ، وهذا الحرف يلعب دور الفتحة في العربية. الحرف زاد والصوت ز، ز مع أ ز. الحرف جي والصوت ج، ج مع أ ج، وهكذا مع باقي الحروف الساكنة با با دا تا كا كا فا 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 لا آ كا غا غا ما نا سا سا و نيا. الحركة الثانية أ، الحرف زاد والصوت ز، ز مع أ ز، ج مع أ ج، وهكذا ب ف د ت ك ك ف ف ف ل أ س ج غ م ن س كس و ن. الحركة الثالثة أ، تنطق كالحركة السابقة أ مع مد بسيط جدا. الحرف زاد والصوت ز، ز مع أ ز، ج مع أ ج، وهكذا ب ب د ت ك ك ف ف ف ل أ س ج غ م ن س كس و ن. الحركة الرابعة إي، وهذا الصوت يكتب على هاتين الحالتين إي إي، ز مع إي زي، ج مع إي جي، وهكذا بي بي دي تي كي كي في 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 لي إي سي جي غي مي ني سي كسي وي ني. الحركة الخامسة أ، ز مع أ زي، ج مع ي جو، وهكذا بي بي دي تي كي كي في 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 لو ي كي
gu, ru, mu, nu, su, xu, wu, nu. الحركة السادسة O وتكتب على هذه الأشكال O O O Z مع O زو ج مع O جو وهكذا بو بو دو تو كو كو فو 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 لو او كو غو غو مو نو سو كسو وو نيو. الحركة السابعة او كما في المد بالواو في اللغة العربية ز مع او زو ج مع او جو وهكذا بو بو دو تو كو كو فو 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 لو او كو غو غو مو نو سو كسو وو نيو. الحركة الثامنة اي وهذا الصوت يكتب بعدة أشكال يكتب هكذا اي 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 ز مع اي زي ج مع اي جي بي بي دي وهكذا تي كي كي في في لي اي سي جي غي مي ني سي كسي وي ني. الحركة التاسعة اي وهذا الصوت يختلف بنسبة ضئيلة عن الصوت الذي قبله فهذا الصوت نفتح الفم فيه أكثر من الحركة السابقة ولكن لا عليكم حتى ولو نطقتم هذا الصوت والصوت السابق بنفس النطق فلا يضر في شيء لأن المعنى يبقى نفسه ما عليكم التركيز عليه هو عدم الخلط بين هذا الصوت A والصوت E لأن الخلط بين هذين الصوتين في النطق هو الذي يغير المعنى وهذا الصوت الذي قلنا عنه A يكتب على عدة أشكال يكتب A A A A A وأيضا إذا وجدتم الصوت الذي قلنا عنه أ متبوعا ب دو كونسون أو ثلاثة متتابعة يعني متبوعا بحرفين ساكنين أو ثلاثة متتابعة فنقرأه A وليس أ كما في بال فورشيت وقد تكون يعني أ متبوعة بحرفين ساكنين غير متشابهين مثل ريكتانجل إذن ز مع A زي ج مع A جي ب ب د وهكذا ت ك ك ف ف ل ا س غ غ
مي سي كسي وي ني. الحركة العاشرة أون، وهذا الصوت يكتب على عدة أشكال: أون 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 أون. هناك اختلاف بسيط جدا في النطق بين هذه الأصوات، غير أن هذا أيضا لا يؤثر في المعنى، لأنه كما قلت لكم نطقها متقارب فيما بينها جدا، لدرجة أن الفرنسيين أنفسهم يختلفون في نطقها بين ساكني شمال فرنسا وجنوبها، لذا لا تعير الأمر أهمية. إذن هذا الصوت يحرك لكونسون على هذا الشكل: ز مع أون زون، ج مع أون جون، وهكذا: بون بون دون تون كون كون فون فون لون أون سون غون غون مون نون سون سون وون نيون. الحركة الحادية عشر أن، وهذا الصوت أيضا يكتب على عدة أشكال، وما قلنا على الصوت أن ينطبق أيضا على الصوت أن، فهناك اختلاف بسيط جدا بين هذه الأشكال، لهذا لا تعير الأمر أهمية كبيرة. أن 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 أن. ز مع أن زان، ج مع أن جان، وهكذا: بان بان دان تان كان كان فان فان لان أن كان غان غان نان سان سان وان نيان. إذن حتى لا أطيل عليكم وتشعروا بالملل، سنكمل في الدرس القادم إن شاء الله باقي الحركات الأخرى التي تحرك لنا الحروف الساكنة في الفرنسية. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، لا تنسوني من صالح دعائكم، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.